كما نعلم أن العدة والعتاد بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني المتمثل فيما يسمى بإسرائيل غير متكافئة، فهؤلاء قوم بسطاء بمعدات بسيطة، أما الجانب الصهيوني يملك ترسانة عسكرية ضخمة، إلا أن موازين الحرب لا تعترف بهذه القوى، وقد رأينا أن المقاومة الباسلة قد أحدثت شرخا لا يستهان به في صف هذا العدو الصهيوني. فما هو مقياس النصر كما أخبر عنه الله سبحانه وتعالى، وكيف لفئة بسيطة قليلة أن تهزم كل هذه الترسانة العسكرية الضخمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر، والنصر للإسلام والمسلمين، النصر لفلسطين ولعباد الله تعالى الصالحين. ولا شك أن من أراد القوة فعليه أن يستمسك بمصدرها، ومن أراد العزة فعليه أن يتعلق بخالقها سبحانه وتعالى. والله تعالى هو القوي، هو العزيز، يهب القوة من يشاء ويهب العزة من يشاء سبحانه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن النصر إنما هو من لدنه وحده على سبيل الحصر، فقال: ومن النصر إلا من عند الله. فمهما حاول المرء أن ينال هذا النصر فلن يستطيع إلا إذا وهبه الله تعالى إياه مهما اتخذ من الأسباب. ولكن لا يعني هذا بحال أن يترك المؤمنون الأخذ بالأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولفظ قوة هنا كما يتبين مطلق، يدخل في معناه أو في مدلوله كل ما يحتاج إليه المؤمنون للانتصار على عدوهم. يحتاجون إلى قوة معنوية في نفوسهم، ويحتاجون إلى قوة بدنية، ويحتاجون إلى قوة عقلية، ويحتاجون إلى قوة من أدوات يستعينون بها على تحقيق مرادهم من النصر. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا درسا نقتدي به فيه، فغرس في أصحابه الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتصام به، وجعل نصب أعينهم الشهادة في سبيل الله لتكون أغلى ما يتمنون حتى ينالوا رضوان الله ويدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض، وقلل في أعينهم شأن الدنيا فلم يلتفتوا إليها ولم يتعلقوا بها وبحطامها. وكذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستمد من قوة العقل بالتخطيط السليم وترتيب الجند ونحو ذلك من معرفة ما يحتاج إليه من خبر العدو لكي يواجههم بطريق تؤدي إلى هزيمتهم. والبدن كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيه، فله حق أيضا من خلال اتخاذ الوسائل التي تعينه على القيام بدوره، وذلك بالأكل الحلال والأكل النافع المفيد وعدم تجاوز الحد في ذلك، مع الأخذ بأسباب الصحة وممارسة الرياضة ونحو ذلك. وكذا أيضا استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالآلات التي تعينه على القتال في قتاله لأعداء الله تعالى، فكان يستعمل السيف ويلبس الخوذة والمغفر ويلبس الدرع، وكذا عند أصحابه أيضا استعمال السيوف والرماح والسهام
وكذا أيضا تارة ركوب الخيل وركوب الجمال ونحو ذلك مما يحتاجون إليه. فهذه كلها دلائل على أن هذا أمر مطلوب على المؤمنين في كل عصر أن يقوموا به غاية ما يستطيعون، لا أدنى ما يستطيعون، ثم بعد ذلك عليهم أن ينتظروا النصر من الله تعالى مع اشتغالهم أيضا بذكر الله تعالى والدعاء. وفي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في هذه الآية نداء للمؤمنين بأن يتخذوا هذه الأسباب للانتصار على العدو، وذكر منها الثبات، ثبات القلب وثبات الموقف وثبات الاستمرار في القتال حتى لا يتراجعوا فيرهقون العدو حتى لا يأخذ نفسا للراحة، وإنما يواصلون إلى أن ينصرهم الله تعالى فلا يتراجعون أبدا. وقد حذر الله تعالى من الفرار من المعركة حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الناس وأشجعهم حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا حمي الوسطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فضرب وهو القائد لأصحابه وأتباعه أروع مثال على الثبات والقوة والاستبسال. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون في كل عصر حين يجاهدون عدوهم.